أسري بحبايت الأمهات السوريات والفلسطينيات والأردنيات والمصريات والعراقيات والسعوديات والمغربيات والكويتيات والتونسيات والجزائريات والقطريات والإماراتيات واللبنانيات والليبيات واليمنيات والسودانيات والعمانيات والصوماليات. الله يخلينا ياكم ويطول بعمركم لكلكم يا رب. الله يرحم كل حدا موت وفيه ويجعل مسواه الجنة. بهالحلقة ما بدي تحطوا لايكات، بدي ياكم بس تكونوا فرحانين. هاي هدية مني لكل أم عسوفني الله، والعمو وانت بألف خير يا ست الكل. بحبكم كل ياتكم، خلونا نشوف هالحلقة. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. كل عام وانت بخير. الله يرضى عليك يا أمي، الله يرضى عليك. خلص ماما، خلص. الله يرضى عليك. خلص 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 خلص. شو هي يا حبيبي؟ ست الحبايب يا حبيبة. ست الحبايب يا حبيبة. ست الحبايب يا حبيبة. ست الحبايب يا حبيبة. حيوان ولا هدية؟ ما لي هدية، غنية تضرب بشكلك. أوه. يعني ما جاب هدية وكمان ما عنده صوت حلو. الله وكيلكم، كرهني اللقمومة وعيد الأم. مش واجب لك هدية على عيد الأم؟ حبيبي على ذوقك أنت. تعجب لي طمس عن شو رأيك؟ عن نصرهم ابني، عني. طيب تعجب لك طوم كاسات؟ كمان عنا خير الله كاسات. طيب بجيب لك سكاكين. يعني ما لقيت هدية غير السكاكين؟ طيب شو رأيك؟ صحاطة حلوة؟ صحاطة تنام على جنابك يا مغضوب. ليه بقى تضربيني امي؟ بدي مصاري كاش كاش، هاي الهدايا الحلوة. ماما هي مصاري كاش، خلونا بديها حزينة. شو ها؟ افتحي يا امي، افتحي افتحي. فاجأتك امي معي؟ فاجأتني كتير، وانا كمان هلا بدي افاجئك. انتظر يا حنونة يا ست الكل. خلص كم مرة لقلك شغلة نص ساعة بكون عندك؟ انت ما تفهم يعني؟ خلص ماشي نص ساعة تمام وعد. ماشي سلام. مرحبا عمو. اهلين عمو. اليوم عيد الام، هديتها لامك هدية؟
انا جبت لها لامي خاتم ذهب وسواره ذهب، واليوم بدنا نعمل حفله كتير حلوه. وانت شو هديتها لامك؟ انا هديتها قراية الفاتحه. شو يعني قراية الفاتحه؟ انه انا عمي ميته. تبارك يا عمي، يا رب نكوني مرتاحة يا رب. يا ست الحبايب.